وياء إسرائيل ذات قصر، هذا الصحيح عند أهل مصر. وألف التنوين أعني المبدلة، منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل. وفي واخذ الخلاف وقعا، وعادني الأولى وآلان معا، والواو والياء متى سكنتا، ما بين فتحة وهمز مدتا، له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعداتي، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة، ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل الراجح، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، والهمز في النطق به تكلفوا، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا، فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين بين. وياء إسرائيل ذات قصر، هذا الصحيح عند أهل مصر. وألف التنوين أعني المبدلة، منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل. وفي واخذ الخلاف وقعا، وعادني الأولى وآلان معا، والواو والياء متى سكنتا، ما بين فتحة وهمز مدتا، له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعداتي، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة، ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل الراجح، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، والهمز في النطق به تكلفوا، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا، فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين بين. وياء إسرائيل ذات قصر، هذا الصحيح عند أهل مصر. وألف التنوين أعني المبدلة، منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل. وفي واخذ الخلاف وقعا، وعادني الأولى وآلان معا، والواو والياء متى سكنتا، ما بين فتحة وهمز مدتا، له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعداتي، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة، ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل الراجح، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، والهمز في النطق به تكلفوا، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا، فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين بين. وياء إسرائيل ذات قصر، هذا الصحيح عند أهل مصر. وألف التنوين أعني المبدلة، منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل. وفي واخذ الخلاف وقعا، وعادني الأولى وآلان معا، والواو والياء متى سكنتا، ما بين فتحة وهمز مدتا، له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعداتي، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة، ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل الراجح، وقف بنحو سوف ريب عنهما
بالمد والقصر وما بينهما. القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، والهمز في النطق به تكلفوا، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا. فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين بين. وياء إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح عند أهل مصري. وألف التنوين أعني المبدلة، منه لدى الوقوف لا تمد له. وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل. وفي يواخذ الخلاف وقعا، وعادني الأولى وآلا لمعا. والواو والياء متى سكنتا، ما بين فتحة وهمز مدتا. له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعداتي، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة. ومد للساكن في الفواتح، ومد عين عند كل الراجح. وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، والهمز في النطق به تكلفوا، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا. فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين بين. وياء إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح عند أهل مصري. وألف التنوين أعني المبدلة، منه لدى الوقوف لا تمد له. وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل. وفي يواخذ الخلاف وقعا، وعادني الأولى وآلا لمعا. والواو والياء متى سكنتا، ما بين فتحة وهمز مدتا. له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة. ومد للساكن في الفواتح، ومد عين عند كل الراجح. وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، والهمز في النطق به تكلفوا، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا. فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين بين. وياء إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح عند أهل مصري. وألف التنوين أعني المبدلة، منه لدى الوقوف لا تمد له. وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل. وفي يواخذ الخلاف وقعا، وعادني الأولى وآلا لمعا. والواو والياء متى سكنتا، ما بين فتحة وهمز مدتا. له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة. ومد للساكن في الفواتح، ومد عين عند كل الراجح. وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، والهمز في النطق به تكلفوا، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا. فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين بين. وياء إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح عند أهل مصري. وألف التنوين أعني المبدلة، منه لدى الوقوف لا تمد له. وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل. وفي يواخذ الخلاف وقعا، وعادني الأولى وآلا لمعا.
والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل الراجح وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين بين وياء إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح عند أهل مصر وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له وما أتى من بعد همز الوصل كإيتل انعدامه في الوصل وفي واخد الخلاف وقعا وعادن الأولى وآلا لمعا والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل الراجح وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين بين وياء إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح عند أهل مصري وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له وما أتى من بعد همز الوصل كإيتل انعدامه في الوصل وفي واخد الخلاف وقعا وعادن الأولى وآلا لمعا والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل الراجح وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك